أجدد لكم التحية من جديد مشاهدينا الكرام. صباح الحكيم هي صحفية مصرية بتحصل على لقب سفيرة النوايا الحسنة لعلاج غير القادرين. حقيقة كان كل هدفها وكل رغبتها وإرادتها كانت بتتجه بشكل كبير جدا للعمل الاجتماعي والعمل الإنساني وعلاج ومساعدة غير القادرين على وجه التحديد. وده حقيقة تم يمكن على مستوى الجمهورية، وبدأت الفكرة بتقديمها لبرنامج بيتكلم عن النوايا الحسنة وأهمية تقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين والفقراء ولغير القادرين. حقيقة هي معانا الأستاذة صباح الحكيم، هتكلمنا أكتر عن تجربتها وهتكلمنا عن الفكرة جات لها ازاي، واكيد في خلفيات بالنسبة لها يعني طويلة مرتبطة بمساعدتها للفقراء والمحتاجين، العمل الانساني والعمل الاجتماعي. اعتقد ده شيء مهم جدا في حياتها وفي حياتنا كلنا، بس احنا طبعا يعني هنرحب بيها وهنبارك لها في الاول. استاذة صباح الحكيم اهلا بيكي طبعا على حصولك على لقب سفيرة النوايا الحسنة لعلاج غير القادرين، وكلمي هنا في البداية عن الفكرة وعن التجربة دي وجات لك ازاي. اهلا بحضرتك والمشاهدين الكرام. اهلا بيكي. بس اسمحي لي في الاول ان انا اعزي مصر واعزي كل شهدائها وكل اهالي الضحايا بتوع الطيارة. وبالنسبة لي انا في الحقيقة اي عمل اجتماعي بيضيف للانسان قيمة وبيضيف له احساس بالتواجد وبالوجود. تجربتي في ان انا اساعد الناس اللي هي محتاجه كانت بدايه من 2006 يمكن. بغطي القطاع الطبي، وكان تغطيتي للقطاع الطبي خلت لي علاقه قويه بالدكاتره وبالمستشفيات، والناس بدات تلجا لي من الاصدقاء واهالي الاصدقاء واهالي الجيران. فحسيت ان فعلا العمل كان بيديني سعاده وبيديني احساس كده بالتفاخر ان انا بساعدهم وان انا بقدر البي احتياجاتهم. نسبه الغير قادرين كتير جدا، وكانت الفكره لسه ما جاتش فكره مشروع العلاج غير القادرين، كان بس في قرارات على نفقه الدوله او حاجات تبع التامين الصحي او حاجات من هذا القبيل. فكانت بعلاقاتي ان انا ممكن ابتدي اجيب حاجه من قرارات على نفقه الدوله او اكلم دكتور يساعدني في ان انا ابعت له حاله. وبدا الموضوع يكبر وينتشر بالنسبه للمقربين والمحيطين. وهذا كان سؤالي ليكي، يعني فكره ان انت تساعدي الفقراء او المحتاجين او غير القادرين، او لو حد محتاج مثلا عمليه جراحيه وخلافه انك تساعديه، الامر مرتبط بشكل كبير بالنواحي الماديه، لازم يبقى فيه فلوس عشان تقدري ان انت تساعديه، ولا معتمد بشكل اساسي على تواصلك الانساني الجميل بشكل ودود او بعلاقاتك مع بعض الاساتذه والاطباء في التخصصات المختلفة، وبتطلبي منهم الطلب ده بشكل ودي وهم يعني بيلبوا يعني ندائك او طلبك او رغبتك في حالة بعينها مثلا؟ هو كان في البداية كصحفية طبية كنت بكتب في القطاع الطبي، وكانت عندي صفحة طبية متخصصة، فكنت بغطي تقريبا كل اخبارهم، كنت بحضر مؤتمراتهم، كنت بدأت تبقى في بيني وبين الدكاترة وبيني وبين المستشفيات علاقة ودودة جدا. يعني كانت مثلا أعمل له حوار أعمل له خبر، بدأت العلاقات بيننا تبقى قوية وبقت تبقى علاقات إنسانية. دكتور من فضلك هبعت لك حالة صعبة، دكتور عايزين نعمل عملية. لما كنت بشتغل في اتحاد الصناعات في غرفة مقدمي الخدمات الطبية، كنت ماسكة مستشار إعلامي لحوالي 300 مستشفى خاصة، فكان علاقتي بالمستشفيات الخاصة علاقة قوية جدا، وكانت الحالات اللي بتبقى صعبة ومش لاقي لها علاج أو مش قادرين، كانت كل مستشفى من القطاع الخاص كان بيبقى عندهم جانب اجتماعي أو جانب بنسبة 10% 5% من الحالات الإنسانية. فكنت انا دي حاجه الجزئيه اللي انا عايزه اتكلم فيها، فكره ان انت عندك استعداد ان انت تساعدي، بس في المقابل لازم الطرف الاخر او الجهه الاخرى الطبيب المعالج يبقى عنده استعداد، او المستشفى طبعا يبقى عنده طبعاً الاستعداد ان هو يعني يساهم في علاج هذا المريض. الموضوع بيبقى مساهمه ولا بيبقى فيه تكفل كامل وشامل بحاله المريض مثلا اللي بيعرض على طبيب ما؟ يعني على حسب الحاله، لو الحاله مثلا محتاجه عمليات جراحيه
وحاجات كتيرة وبتبقى كتيرة على المستشفى. يا إما بنعمل لها قرار على نفقة الدولة أو أنا بجيب لها مساهمة من شكل بشكل أو بآخر من ناس معينة. لكن الغالب بتبقى كل الدكاترة عندها استعداد إن هي تساعد وبيبقى عندهم استجابة لأن هم شايفين إن أنا يعني واخد الموضوع بقلب قوي وبحب قوي وبمتابعة. يعني مش أبعت الحالة وخلاص، لا أبعت الحالة واتصل بيهم وعملت إيه، طب الأخبار إيه، طب النتيجة إيه، فهم كمان بيبقوا متوقعين المتابعة بتاعتي. فأي عمل من غير متابعة طبعا بيفشل. فكانت الفكرة جات لي من أنا طب أنا عايزة أوسع الموضوع ده، أوسعه إزاي يعني القريبين بس مني أو الأصدقاء أو المعارف هم اللي يعرفوا إن صباح بتقدر توجه حالات على نفقة الدولة أو توجه مستشفيات خاصة. يعني اللي عايز يجيلك أو يتواصل معك هو ما يعرفكيش على المستوى الشخصي أو في إدارة أو في إطار دائرة العيلة أو الأهل أو الأقارب أو الأصدقاء أو يعني كده. ممكن يتواصل معك إزاي؟ عملت بقى فكرة البرنامج بتاع النوايا الحسنة على أهل القناة الفضائية. برنامج الفكرة بتاعت النوايا الحسنة هي بالظبط اللي أنا بعمله، إن أنا بلاقي ناس عايزة تساعد من المستشفيات والدكاترة وجبت ناس محتاجة وبقيت أوصل ده لده وبقيت أخدهم. يعني مثلا البرنامج كانت فكرته إن إحنا علاج لغير القادرين، بجيب الغير قادرين بيتواصلوا معنا بالتليفون أو على حسب الرسائل أو كده وبنتظر وبجمعهم. بتستضيفي أطباء في البرنامج ولا لا؟ كان بكلمهم في التليفون وبروح لهم لغاية المستشفى أو لعيادتهم. يعني فكرة هل المساعدة مقابل الظهور التلفزيوني أو الإعلامي أو التواصل معاهم؟ المساعدة مقابل ان احنا هنكلمهم او هنغطي لهم مؤتمر اعلاميا بالكاميرا من البرنامج او هننزل لهم فكرة اعلان او اي حاجة مجانا مقابل ان هم بيستقبلوا من عندنا احنا الحالات بتاعتنا على كل التخصصات سواء قلب سواء اورام سواء فكره المنفعه المتبادله. اصل الفكره في الاول ما حضرتك قلتي لي ان انت بتتواصلي مع الاطباء في حاله مثلا معينه، فده ممكن يدخل في اطار طبعا العلاقات والمجاملات، ولو حد جاملك مره مش هيجاملك بعد كده او في حاله ممكن هو يعني يستوعبها ويحتضنها ويعالجها، لكن مع تكرار الحالات وانت قلتي ان انت عايزه تعممي الموضوع على مستوى الجمهوريه ممكن ما ايش دايما يبقى فيه استجابه. فزي ما حضرتك بتقولي فكره البرنامج ان هو يعني مش بقى ظهور اعلامي، انت بتغطي لهم مثلا مؤتمراتهم او شغلهم وهو في المقابل برضه بيساعد وبيساهم في ده. خدت كمان يعني رحت قعدت مع وزير الصحه وبصراحه كان مشجع الفكره جدا، فكره العلاج لغير القادرين، وقال لي احنا اوريدي في وزاره الصحه دلوقتي بنعمل مشروع لعلاج غير القادرين وانا ما عنديش اي مانع ان انا ابقى معاكي. لا مش انا كوزير، لا مصر كلها معاكي في البرنامج لعلاج غير القادرين. بس حضرتك قلتي ان انت في بعض الحالات كنت بتسعي بشكل او باخر لفكره العلاج على نفقه الدوله. هل الموضوع سهل او بسيط او انه اي حد ممكن هو يعالج على نفقه الدوله ولا بيبقى فيه يعني اجراءات كتيره جدا معقده وصعبه ولازم يبقى فيها يعني البعض بيبقى شايف لازم يبقى فيها نوع من الوساطة أو المحسوبية عشان حد تجيله فرصة إن هو يعالج على نفقة الدولة؟ بصراحة لا، هو العلاج على قرار على نفقة الدولة هي الفكرة كلها إن هم يبقوا عارفين الخطوات إزاي، إن هم بيروحوا المستشفى وبيكشفوا والمستشفى بتعمل لهم اسم تقرير اسمه تقرير اللجنة الثلاثية. تقرير اللجنة الثلاثية ده هو اللي بيحدد إن الشخص ده فعلا محتاج عملية أو محتاج علاج. هو بقى في تقنية في حالات بعينها حالات معينة هي اللي تستحق السفر أو عموما العلاج على نفقة الدولة ولا أي